جماعة اسمعوني، بعد حفلة رويدا كل شي موجود هون معزوم عندي على عرس ابني نصري، وميت أهلا وسهلا فيكم بقلبي وعيوني. إن شاء الله ألف مبروك يا أم نصري. إن شاء الله بالهنا. أوه هزقزقت العصفورة، أوه وفتحت المنتورة، أوه وقالوا صفوان ما بياخد رويدا، أخذها وفينا كل الندورة. يلا روحي يلا يلا سمعينا خلصينا. لازم نعترقصي، خاف تطرحي، قومي لازم تسطحي، قومي بكو عرس ابن النصري. لا خلص انا بستأذن لك ياها، قومي معي قومي. صار لازم نحط له حد. شلون يعني؟ ناظم بيك عطانا الاذن. شو هالحكي؟ مثل ما عم اقول لك. وشو بدك تساوي؟ مو انا اللي بدي ساوي، انت بدك تساوي. انا؟ انت. وانا شو بدي ساوي؟ بدك تشحته. اعوذ بالله، اقتله؟ لا عمي لا، كل شيء الا القتل. لك يا اجدب لا تخاف، ناظم بيك بظهرنا مثل السيف. بعدين هذا الزلمة قطع برزقنا، وانت بتعرف ناظم بيك اذا ما اعطينا اللي بده اياه شو بيعمل فينا لوقت. لا عمي لا، الله يستر على حريماتك. بدك تقتله روح اقتله لحالك، انا ما دخلني ما دخلني. طيب بقتله لحالي بتروح معي؟ لا بروح ولا بجي، عم اقول لك ما دخلني يا اخي ما دخلني. ايه شو عليه؟ منخبره لناظم بيك ونشوف شو رايه بالموضوع. ماشي. وين رايح عبد الصفوان؟ راجعين راجعين بس حتى نشوف اخي ابو عبده شو بده. مجاليسي اكتب كتابك وحط النقد من كيسي. اوها يا بني يا بني، اوها ويا اسوارة بايدي، اوها وكل الاساور طقوا، اوها وانت الباقي لي. خليني فرجون كيف بيكون الرأس. هاتي هاتي اختي، يلا يلا خبريني يلا. ام عبدو وقفي العرس ونزلي البنت وخليها تغير اوعية. يب ليش ما نوقف العرس يا رجال؟ عم قلك وقفي العرس يعني وقفي العرس. ومرت اخوك الجاي تاخذ البنت، شو بدنا نقول لها؟ ليلى مالك عنا عروس وقلعيها.
يا رجال احكي لي اذا صاير شيء مشان الله احكي. انت ساوي من ما عم اقول لك وبس. امرك امرك يا رجال. يو هي قالت لي. اي والله يو. يو لي على عمتي لازم احكي معها. عمتي قومي معي شوي. وين 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 ام وضاح؟ هي عروسة ابني يا بعدي، وانا وامها مننزلها من على الاسكي، انت خليكي مرتاحة. صبحية بعدي من وشي احسن لك. ها خير شوفي شوفي. ام عبدو قولي لام وضاح تروح تقعد محلها، هي عروسة ابني وانا بنزلها من على الاسكي. انت ما الك عنا عروس. نعم 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 نعم. شلون يعني مالي عنكن عروس؟ مثل ما سمعتي تقبريني ولا طرشاني ما عم تسمعي. لا تنسي انه ابني كتب كتابه عليها، يعني بيقدر ياخدها غصما عن الكبير والصغير والمقندق بالسرير. صبحية لفيها احسن لك، قلبي معبى منك. ها لا يا مرتخي ما بيصير هيك، شو القصة؟ ام عبدو اسمعي، انا ما كنت بدي نزلها لرويدة، كان في كلمتين بدي احكيهم بيني وبينها. وشو هالكلمتين يا مو؟ اطلعي لبرا وليه؟ اطلعي من بيتي يلا. لا لا يا ام عبدو ما بيصير هيك. لا بيصير تقبريني، واخوك ابو عبده هو هيك بده اخي. يب ماشي الحال انا بورجيكم. ايه روحي حبيبتي درب اللي سد ما يرد الله لا يردك الهي. والله لسففك التراب والله. يا مو شوفي سالي هالحناين خليهم يحكولك عن الطبخه اللي طابخينها. يا مو هلا مين جاب سيره الاكل والطبخ؟ امشي ولا امشي قدامي. والله تقبري قلبي نزلي لي هالعروس من الاسكي نزلي لي. وين رايحين يا جماعة؟ اي والله والله ما حدا بيطلع منكم من هون الا تاكلوا وتشربوا، وبعد ما نخلص كلياتنا بدنا نروح لبيت ام نصري.